دكتور خالد، بالنسبة للابليكيشن بتاع المواطنين، ان المواطن بقى يبقى معاه ابليكيشن بتاعه اللي هو عليه بقى تطعيماته وحاجته، يعني كل شيء يبقى موجود على الموبايل بتاعه، اخبار تطوير هذا الامر ايه؟ في اي تطوير؟ احنا شغالين فيه طبعا. احنا عندنا اللي هو الابلكيشن اللي موجوده اللي تاخد فيها البروف التطعيم بتاعك اللي هو داخل مصر بالبطاقه الرقم القومي، او لدواعي السفر ايضا موجود، وبالناس كتير نزلت هذا الابلكيشن ده. وزي ما قلت لك فيزيت ايجيبت ده معمول للمصريين اللي اخذوا تطعيم بره، يقدروا يعدلوا شهاداتهم عشان لو هيستخدمها داخل مصر كباسبور، او الاجانب اللي جايين من خلال جروبات سياحه علشان يقدر هو يخش بشكل سريع من غير اي تعطيل. فاحنا حتى ما كانت الاجراءات الخاصه بالباسبور الصحي بنشتغل فيها بشكل كبير جدا، وقطعنا فيها شوط كبير ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيبقى فيها يعني نماذج. حتى تسجيل الحالات وسرعه التطعيمات اللي احنا يعني بنشهد الفتره اللي فاتت، بنصل الى تقريبا معدلات تصل الى 10 ل 11 مليون تطعيم في الشهر الواحد. يعني احنا عملنا دراسه من اول شهر 7 لحد دلوقتي، الحقيقه في زياده كبيره جدا في اعداد. يعني احنا طعمنا كم في الميه من المستهدف لغايه دلوقتي يا فندم؟ احنا طعمنا بالتحصين كامل 48%، يعني في خلال يمكن الاسبوع اللي جاي ده او العشر ايام اللي جايين ممكن نصل الى 50% من المستهدف، وعلى فكره ده رقم كبير جدا. ووصلنا 63% جرعه اولى، يعني احنا حوالي 38.5 مليون وحوالي 29 مليون تحصين كامل. ده يقدر يخلينا زي ما احنا كنا وعدنا في خلال قبل شهر 6 ان شاء الله نكون وصلنا للمستهدف بتاعنا اللي هو حوالي اللي هو نصل الى 70% من المرحله العمريه المستهدفه. وكل حته في العالم لما بتصل الرقم ده بالنسبه لها يعني كانه 100% بالظبط من حيث الانجازات.